بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولى ما عليك فعله هو أن تعمل على النوفاب، وذلك عن طريق العمل على الإقلاع عن الهاتف الذكي، لأن حتى تتجاوز أي عادة سلبية أو إدمان مستحكم، فلابد من أن تضع سدود بينك وبين هذا الإدمان. لا يكفي أن تعول على إرادتك الشخصية، الإرادة لن يكون لها أي دور في هذا الميدان. إرادتك دوما ستخونك إن كان هذا الشيء متوفر، فإن كانت حتى العادة السلبية الإرادة لا تعمل معها، فكيف بالإدمان المستحكم؟ يعني لو كان شخص يريد أن يتخلص من عادة أكل الشوكولاتة مثلا، الشوكولاتة، ويضع أمامه في المنزل رزم من الشوكولاتة أشكال وأنواع، فما المتوقع منه؟ ستخوض قوته في لحظة من اللحظات ويقول أنا جائع، لا يوجد أي طعام آخر وما إلى ذلك، سيتناول منه. لكن حينما لا يدخل الشوكولاتة أساسا إلى منزله، يساعده ذلك جدا على الإقلاع عنها. هذا أكيد منكم من جربها. أنا كنت يعني جاءتني فترة كنت أحب هذه البطاطس المكيسة في أكياس، وكنت أقول أنا سأخذها فقط من باب الاحتياط إلى المنزل، أو أقول أن سأكلها مع شيء مفيد، والحجج لا تنتهي، وبمجرد أن تأتي البيت سبحان الله بقدرة قادر تختفي عن طريق تناولها من قبلي يعني. اللعبة بأنك لا تدخلها إلى المنزل أساسا. طيب، أنت عندك ليس فقط عادة سلبية ولكن إدمان، وليس أي إدمان، إدمان من أقوى الإدمانات، ومع هذا تدخل الهاتف معك إلى المنزل وتتوقع أنك تقلع عن هذا الإدمان. بل أكثر من ذلك، تكون لوحدك تأخذها إلى غرفتك، وأكثر من ذلك تفتح على مواقع، وكل هذا وأنت متأمل من نفسك أن أنت لا تنتكس. فهنا الإرادة لن تعمل، خصوصا إن كنت في وقت متوتر جدا تطلب من نفسك الكثير، تتحسر على العديد من الأمور وتهاجمك تعقيدات أفكارك تجاه الحياة وتأنيبك لنفسك على عدم وصولك إلى ما قلت أنك تريد الوصول إليه وإلى آخره. بالتالي سيكون الهاتف معك وأنت تعلم، يعني أنت في أوقات معينة قلت أنك لن ترجع لها وبرمجت نفسك وعرفت تماما أنها تحطم حياتك، لكن في تلك اللحظة غاب عن ذهنك، بتلك اللحظات السريعة جدا يعني أنت تكون غير واعي بما تفعله، فتفتح على هذه الصور فتتكس. لكن لو كان الهاتف في السيارة أو في أي مكان بعيدا عنك، ففي الوقت الذي تذهب فيه إلى السيارة أو إلى هذا المكان البعيد، في هذه الخطوات التي تقضيها في السير إلى الهاتف، ستستوعب بأن ما تفعله خطأ وأن أنت تحطم حياتك هكذا وما إلى ذلك، وبالتالي ستكف عن الذهاب إلى الهاتف من غير سبب أو تفقد الهاتف من غير سبب، لأن وضعت مساحة بينك وبين أخذ الهاتف وفتح المواقع الإباحية مباشرة. فإذا الهاتف، كنا نقول وما زلنا نقول، الإقلاع عنه
من أهم الأمور التي ينبغي أن تعملها خصوصا في بدايات التعافي، وخصوصا بعد الانتكاس مباشرة، وخصوصا لمن إدمانه مستحكم. وعلى أي حال الهاتف، سواء أنت كنت مدمن إباحية أو غير مدمن إباحية، سواء تعافيت أو لم تتعافى، الهاتف يضيع وقتك. لنكون صريحين، إن أنت لم تعرف أن الهاتف يضيع وقتك وأنه فقط لا يفعل شيء سوى تحطيمه لحياتك وتدميره لعقلك، استمع ما يقوله الأعلام الذين في الدنيا، استمع لما يقوله العلماء الكبار، كيف والناس الناجحين والناس السعداء، شاهد واسمع كلامهم عن علاقتهم مع الهاتف، استعرف ان اغلبهم يعني يحصر الهاتف في استخدامات ضرورية فقط. وانت جرب، انت جرب، وانت قد تكون جربت في السابق وعرفت بان ترك الهاتف يعطيك راحة بال وذهن صافي وسرور ويجعلك تنجز أشياء كثيرة. لكن المسألة أن الهاتف أصبح الآن إدمان، وأنت تحب الإدمان وتستبدل الإدمان بإدمان وما إلى ذلك، إلى آخر الزمان تخرج من الدنيا يدور ويجي قدام على قولتهم وتضيع حياتك فقط في خبر كان، فلا داعي يا أخوان. فإذن من أولى الأشياء التي تقوم فيها هو أن أنت تعمل على دوما على الابتعاد عن الهاتف، ليس قدر المستطاع، بل لا تستخدمه إلا في وقت الضرورة فقط. حتى الفيديوهات الإيجابية والدروس وما ذلك التي تستمع لها في اليوتيوب، فهذه أيضا تضيع وقتك. ها كيف؟ لأن ستكون كثيرة هي المواضيع، كثيرة هي الفيديوهات، ستوترك، ستشتتك. الأفضل من هذا كله أن أنت تقرأ كتب، تقرأ الكتب لأنها مكثفة، ولأنها ليس فيها مشتتات، ولأنها تحصرك في موضوع واحد. يكون العالم أو الخبير هذا وضع زبدة ذهنه في هذا الكتاب، جمع لك مختصر المفيد في الموضوع. أو أنك أنت تذهب لتجلس في مجالس العلم، هذا أولى مليون مرة من أنك تتحجج لنفسك أنك أنت تستمع إلى اليوتيوب وتقفز من درس لدرس، من فيديو إلى فيديو. هناك أشياء نعم مفيد، لكن الأفيد منه أن أنت تحضر مجالس العلم. الآن كورونا تقرأ الكتب، لأن حتى الفيديوهات هذه ستوترك. أسمع هذا، لا هذا، تسمع هنا قليلا ثم هناك قليلا، ثم لن تصل إلى شيء. هكذا تأخذ القليل المعلومات هنا وهناك، لن تتأسس بهذه الطريقة. العلم لابد أن يكون مؤسس على منهج معين، تنتهي من هذه المادة ثم تتقل المادة الأخرى، ثم المادة التي أصعب منها، ثم المادة التي أصعب من التي قبلها، وهكذا. أما أنك تستمع بشكل عشوائي فقط لأن هذا شيء مفيد، فلن تصل إلى شيء. ستكون لديك كثير من المعلومات المهلهلة المتفرقة التي لا تصب في اتجاه واحد. المهم بأن يعني الهاتف الذكي اتركه في السيارة، اتركه في مكان بعيد عن متناول يدك، فاعمل على هذا الشيء. الشيء الثاني، يعني قل لنفسك إذا أنت كنت مثلا مدمن، أن الفترة القادمة أو المدة الآتية سأعمل فيها على ترك الهاتف. إن كنت فعلا جاد مع نفسك، دوما نسأل نفسك ما الشيء العملي، التصرف بالفعل الذي سأتخذه الآن من أجل أني أبتعد عن الهاتف. فلا يكفي أنك
تقول وتدعي وتتبجح بالكلام. إن كنت فعلا جاد اسأل نفسك، أنت تقول أنك جاد، ما الذي ستفعله؟ حدد بالضبط ما الشيء الذي ستضحي فيه. والله مثلا إن كان مثل ترك الهاتف في السيارة صعب، قل والله مثلا سأتركه في المطبخ أو في غرفة أخرى، ولن أتفقده وأنا جالس، حتى لو سمعت تنبيهات أو أني سأغلق التنبيهات، وسأندمج وأستغرق فيما أنا فيه، ولن أعطي الهاتف أي انتباه الذي سيكون في غرفة أخرى، أو أني سأحسب عدد مرات أخذي للهاتف واستخدامي له، وسأسجل لماذا أنا أخذت هذا الهاتف، وما المشاعر التي سبقت أخذي للهاتف، وكيف مشاعري بعد أن أخذت الهاتف، وما الذي استخدمت الهاتف له، وماذا تفقدت، وما إلى ذلك. راقب نفسك، صد نفسك، اقبض على نفسك، وأنت تقوم بهذه الأفعال الصبيانية التي لا داعي لها، فقط من باب تشتيت التوترات التي أنت تشعر بها. وهذا اللي سيقودنا إلى النقطة الأخرى التي هي: لماذا يا هذه التوترات؟ قم بممارسة التأمل. التأمل في أصله يعني كان ذكر الله، الجلسة التي تجلس أنت تذكر فيها الله سبحانه وتعالى، أو تصلي، أو تقرأ قرآن، ثم بعد ذلك أخذوها عنهم البوذيين والهندوسة، جعلوها مجالس تأمل. فأنت اشغل نفسك في ذكر الله، لأن الذكر أن أنت تصرف ذهنك كله إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وفي معاني الأذكار التي أنت تذكر الله فيها. وفي الصلاة يكون قلبك مصير وموجه فقط إلى الخشوع في الصلاة، وإلى التواصل مع الله سبحانه وتعالى، وهكذا في قراءة القرآن، هكذا في جلسات الأذكار، جلسات الذكر. ولذلك البوذية يقولون احنا يعني بوذا كان هندوسي او كان جاء من الهند، واخذ من الفلسفة الهندوسية. الفلسفة الهندوسية اساسا التأمل فيها، اليوغا، ليس انك انت تجلس لا تفكر اذا انت رجعت الى اليوغا، بل ان تجلس لتتحد مع الله سبحانه وتعالى، اي انك انت تجلس تتأمل في وجود الله وفي حضوره وما الى ذلك. يعني معناها انه انت ماخذها من الصوفية، الصوفية اخذوها من مجالس الذكر. فاذا الموضوع هو كله التأمل اساسا، واصل وجوده هي مجالس الذكر. فانت تجلس تذكر الله سبحانه وتعالى، انت انا اخذت الاصل. والله مثلا عجزت عن هذا الشيء، قم بالتأمل اقل ما فيها، يعني هذه اجلس من غير تفكير. طبعا الشخص يقول انا استطيع ان افكر، واقب افكارك حتى لو ان انت كان هناك تفكير، واقب افكارك. المقصد ان انت لا تقول اريد ان افعل كذا، لماذا لم يحدث هكذا، والان علي ان كذا، وتذهب خلف كل فكره سلبيه وكل اشتراطات وافتراضات، والمفروض ان اقوم بكذا، والمفروض ان يحصل كذا، هكذا تتوتر فتنتكس. لا، قل الفتره القادمه، يعني الفتره القادمه صلى على النبي، واذكر الله سبحانه وتعالى بأن أنت ليس المطلوب منك أن أنت كنت مدمن، سوى أنك أنت تعمل على ترك الهاتف، تعمل على النوفاب، وأنت تأمل. بمجرد ما أن أنت تقوم بهذا الشيء، تعمل على ترك الهاتف وتعمل على النوفاب وتتأمل، بما معناه أنك تذكر الله أو تتأمل تأمل معروف، فأنت ستجد أن أنت غير متوتر، لأن أكثر ما يوتر المنتكس والمدمن هو أنه هو دائما يعني تألم نفسه على الأمور الدنيوية، تألم على الماضي، يقلق على المستقبل، يطلب من نفسه الكثير، يتحسر على عدم حصول على ما يريد وما إلى ذلك من هذه الهموم الدنيوية، وبالتالي ينتكس لكن ويتشتت ولا يصل إلى أي شيء، لا يصل إلى شيء، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة ولا بالتعافي. لكن حينما يقلع عن الهاتف، يقلع عن النوفاب ويتأمل، يعرف أن الأمور على أفضل ما يحال، وأن على أفضل ما يرام، وأنه بخير حال، الأمور
الأمور على ما يرام من غير فعل أي شيء، من غير أنك تحصل على الأموال، من غير تحصل على النساء، من غير أنك تحصل على المناصب، من غير تحصل على الشهرة، من غير أنك تحصل على الوظائف، على كل على البلدان التي تريدها، على الممتلكات، كل هذا ليس شرطا. إن أنت جلست تتأمل ستكتشف أن ليس شرطا أن تحصل على كل هذا لكي تحظى بحياة طيبة. إن أنت تعبدت الله وأنت في قلب حاضر وخاشع، فستكتشف أن كل هذه الأمور التي تتوتر عليها لا ليس لها أي يعني ضرورة، ولا تستحق أن أنت تتوتر من أجلها أو تقلق عليها أو تحزن عليها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني تغتروا به. فالمطلوب منك يعني في التأمل تعرف أنه اهدأ حتى لا تتكس، خذ الأمور بروية والأمور على أفضل حال. بمجرد ما أنت تصل إلى هذه المرحلة ستبدأ تلقائيا تعمل من غير توتر، ستبدأ تفعل الأمور بنشاط وارتياح، وستنجز الكثير. بمجرد أنت شلت من ذهنك وأزلت من عقلك القلق على النتيجة والتوتر على ما الذي علي أن أفعله الآن، ما هو أولى، يجب أن أكون نشيط الآن، يجب أن أفعل، يجب أن أتحرك، يجب أن كذا، ما الذي سأفعله، ما الذي كذا، هذا الأمور ستوترك وستنكسك وستخسر الدنيا والآخرة، ستخسر التعافي وستخسر الأمور المادية. لكن حينما تبعد الهاتف، تبعد الفاب، تبدأ تتأمل وتأخذ الأمور بأن ليس مطلوب منك في هذه الحياة أن أنت تكون ثري ولا غني ولا عندك يعني نساء، المطلوب منك في هذه الحياة هو أنك أنت تعبد الله من غير إدمان، هذا هو المطلوب منك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنك راض. هذا هو المطلوب منك، أنك أنت تقضي ما بقى من حياتك من غير فاب، وبالتالي صحتك ستكون سليمة، نفسيتك ستكون أفضل ما يكون، عبادتك مع الله ستكون على خير حال. ما الذي تريد أكثر من ذلك؟ مجرد ما أنت تصل لهذه المرحلة تبدأ عطايا الله لك، تبدأ أنت تنجز من غير أن تشعر بنفسك، تبدأ بشكل تلقائي تفعل وتنجز وتقوم بالأمور من غير توتر. أجل تكون الصورة وضحت. محبكم محمد قطان، من نلتقي في فيديو قادم في نقطة أخرى، وفي أمان الله.